لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة ألوان الأيام الحلقة الأولى من الوباء كله على الله وبارك الغلة على الله وعلم الجاهل على الله وبارك الحاصل على الله الناس تستاهل على الله أيوة شكل الجماعة شغالين اليوم في في الحصاد قد ما يكملوا السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا بايعينكم إن شاء الله الله يعين الجميع ها إيش تعملوا يا رجال قلناك إيش تعملوا اللي يشوفوا يقول مش مزارع مثلنا معانا حصاد يا ناصر حصاد ما لا أنا داري إن أنتوا تحصدوا أقصد إيش تعملوا نحصد مكرر بلا لقافة أنا أقصد فكرت أن أنتوا تحصدوا الدرة ما شاء الله عليكم من فين بادق الدرة وإحنا زرعنا شعير ما لا يا الشعير بركة مالك أنت أحصدوا بس وانت إيش زرعت بالسنة الله ما عدد كرش قد حصد يعني حصدنا بعضهن وبعضين ها حصدناهن قدك فاهم باقي الخضرة نسقي أما ها فقد بنحصدهن المهم يا ناصر من فين بكرت اليوم بكرت من البيت رحت قطفت من المزرعة حاجات نجهز هدايا ها لأننا مسافر المدينة خير إيش معك في المدينة ها بدخل أقطع بطاقة طيب ليش ما تقطع بطاقة وانت معك بطاقة أصلا أنا قصدي الشريك سوال البنت بنزوجه شدوا عليك بيت خالد أكيد الله يوفقك يا ناصر قل لي تحتاج حاجة تشي فلوس لا الله يسلمك لا الأمور تمام بيت خالد دفعوا مبلغ وابني رسل لي من الخارج بمبلغ بستلمه من المدينة الأمور ها تمام معناته لا تنسى خذ بطاقتك معك ما دام معك حوالي في المدينة فهمت؟ يا ميمونة يا لمياء فين راحوا دنا حاضر جاية خليني أكمل اللي في يديك آوة كمل اللي بيدك ها قد كملت اللي بيدي أهلين وسهلين الله يقويك ويعينك قد الدقيق هربين لقيتهم بطرف الشارع والملابس أخذتنا الريح وانتي والبنت حقك متعامسات كأنكم منتظرات للسماء لا تسقط وتطفي علينا الشمس ايش تعملين بالله عليكن المفروض ها قد انتين جاهزات للسفر انا قد كلمت ناجي ان احنا بنوصل بكرة عنده وكلمت سواق يمر الصباح ونتوكل على الله كل شيء جاهز وبنتك فينه يا جاهز قد خرجناها من المدرسة فين عادي تروح يا لما قصدي يا ميمونة هو داهو الصدق من يوم خرجته من المدرسة وهي ولا عاد تشبع خرقة لعند الجيران وصحباته ايش خرقته انا ما خرجته خرج الزمن والنصيب ها نشين زوجي ايوه قبل ما تكبر نعم ان الناس يحبونا وبيخطبوا بناتنا بسرعة ها وانت السبب بصراحة لانك مرة كامل مكمل وده بيخلي الناس يركزوا على بناتك الله يبارك في بك ها لتهم ما يحبوناش
أخلي بنتي تساعدني و... أذكر الحي وطرف لورنا. ذكرت ناجي داه اتصل. ألو ناجي. أهلا ناصر، لا تتأخروش بكرة وبكروا بدري علشان نتغدى سوا، ولا تأكلوش أي أكل من برا. هذه فترة عباء الله يحفظك يا ناصر. حاضر حاضر بانجي، وحتى لو تغدينا خارج بازي تتغدى عندك. يا الله خراجك، فهمنا معك طفلة وزوجة ولازم تحرص على سلامتهم. الوضع الصحي مش شبان دي الأيام يا صاحبي، والعدوى مليان الدنيا. أيوة أيوة، معي العروسة حقنا وأمه. قل لي إيش أجيب لك معي من القرية؟ أشتي سلامتك أنت وهم، وعلشان سلامتكم اسمع كلامي. تمام التمام، ايش عاد باقي؟ الا باقي، باقي نجهز الباقي. انت متاكد ان السواق بيمر لنا الصباح بدري؟ ذكرت ايش هو الباقي، الصباح بدري. قد عقلي ضايع، ما فهمتش معنى الصباح بدري ده، بتحطه بين الهدايا؟ الصباح بدري تقومي تجهزي لبن، لانه اللبن قد عملت حسابي كل شيء جاهز، واللبن جاهز الصباح علشان يوصل طري طازج. فين الطري؟ قصدي فين لمياء؟ زعلت وراحت الغرفة حقها تبكي. ليش؟ لا تكون ما تشي تزوج. عادي مش عارفة ايش هو الزواج، بالكثير تفكر انها تلبس وتحط مكياج مثل الحريم، ولا تعرف شي غير ده. قامت هذا الوقت تبكي، تقول انها تشتي تكمل دراسته عشان لما تكبر تكون دكتورة وتشتغل مثل عيون بنت ناجي، ولا بتبطل الزواج. ليش ده الخبر حقكم ده الحين؟ بتتزوج بيكون معي بيت وأطفال، الأمور تمام، الدراسة تمام، والزواج تمام التمام. أما عيون قد تتكلم دي الأيام، لا ساعة إنجليزي وساعة بالفصحى، ولا عاد أفهم من كلام يجي. هز العالم وأحدث تغييرات عميقة في حياتنا، لن نهزمه بإهماله بل بحماية أنفسنا. لأجل الحياة كن في وضع انتباه. مساء الخير لأعظم أب وأحلى ناجي في الدنيا. وإذا أظلم ليل الناجي فعيونه ترى في الظلام. أهلا يا عيون، أنت عيوني وبنتي الغالية وأحلى دكتورة تتأخر على أبوها. فينك للآن؟ المستشفى في وضع استنفار، حالات الكورونا مليان المستشفى عندنا، الناس مناعتهم ضعيفة والحالات كل يوم تزيد، وكمان زملائنا الأطباء فيهم كثير من الإصابات، لكن أتوقع بنعديها بإذن الله. أحب في بك تفاؤلك العظيم هذا، ودائما أستمد منك طاقة. لا بصراحة أنت تبالغ يابا، دايماً أنا اللي استمد منك الروح والقوة. أنت رغم ظروفك قدرت تتعلم وتعلم، وربيتنا أحسن تربية، وأنت قدوة لناس كتير. على قدر ما تعطي على قدر ما تأخذ، دايماً كنت أقول للناس اللي استغربوا إن أنا تعلمت وأنا كفيف، كنت أقول لهم إذا انحرمت من عيوني فمعي بنتي عيون. الله يحفظك لنا يابا، والله إنك أنت عيوني، وكنت أردد عبارتك الخالدة وعدني صغيرة، مش عارفة معناته. قصدك وإذا أظلم ليل ناجي فعيونه ترى في الظلام. أنت فعلا علمتني كيف أكتشف الضوء الداخلي وأفهم الأشكال والألوان بشكل مختلف عن اللي أشوفه بعيوني، وعلمتني إنه كل الأشياء جميلة وكل الألوان جميلة إذا عرفنا نتعامل معي صح، ما عدا فيروس كورونا. برضو يابا مش حيكون خطر إذا عرفنا نتعامل معه. مسكين عمك ناصر، عاد أقل بيجي عندنا بكرة علشان نجلس كم يوم على بال ما يشتري أغراض للعروسة. ها؟ من العروسة؟ بنت لميا. لا الطفلة؟ حرام، ليش يعمل فيه بكده؟ يقول ما عادش طفلة،
بس برضو أنا أشوف إنها مراهقة وصغيرة على الزواج. عاد هو مش عارف إنك عادك رافض الزواج. وخطيبك نجيب كل يوم يجيب وساطة يقنعك. أنا بخلص الماجستير خلال كم شهر، وما يبقى معي غيرك يابا أقلق عنه وفكر كيف بتزوج وبتعد عنه. مين قالك إنك بتبتعد عليا؟ أنا داخلك وانت عيوني اللي عمري ما شفت فيه إلا كل لون جميل، وأنا أحب نجيب والله، وهو مقدرنا كثير. ربي يحفظك لي يا عمري كله. دخلنا للشقب وعدنا احنا بدون عشاء. أقوم الآن أعشي أحلى ناجي. خلينا نشوف، معك عشاء صحية يا دكتورة ولا بتعشي احلى بطاطس مثل ديك المرة؟ ذكرتني لما كنت طفلة وكنت تجيب لي بطاطس وتقول لي لونه ذهبي، واسمع الناس يقولوا لونه أصفر. كنت اشتري نفس نوع البطاطس اللي تشتريه لي ومن نفس البقالة. بس كنت أعتقد إنه إذا اشتريته أنت فهو ذهبي، وإذا اشتريته أنا فهو أصفر، قصدي أصفل. شكل ليلة بطاطس. يا بنتي لكنك الله يحفظك، بطلي تبكي. لكن أنا قد خرجت لك بدليل، أشتريت لك الحاجات اللي بتحتاجيهم بالسفر. دحين قولي لي، تشتي زواجة ولا لا؟ أنا كنت أشتي دروس أول، بس اللي تشوفه يا بابا عمله. أهم شي تحسبوا لي ذهب ومكياج وملابس مثل حق العرايس، وإذا ما عجبني الذهب برجع المدرسة. ولا افتهم لي حاجة ميمونة، تقولي موافق؟ طيب اسمع رأيه. قصدك انها مش موافق؟ وايش اسوي انا بدل الورطة؟ قصدك وايش بقى تسوي للعريس وهله؟ قصدي اخلي الحاجات اللي اشتريته ولا رجع للدكان؟ كيف اسوي يا ربي؟ حسك عند الحاجات لمياء، جاوبي تشتي تتزوجي؟ خديجة بنت عمي انخطبت، وانش تنخطب وتزوج وحصل ذهب وفساتين. ايش؟ من ده اللي بيجيب دي الساعة؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. ايوة معك، تأليف زيادة القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.